نعم. اسمع شو يعني، هل الاحتفالات وإلقاء المحاضرات بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم هل تعتبر من البدع؟ لا، يعني يقول هل إذا خطب الخطيب خطبة الجمعة وذكر فيها مبدأ البعث بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وشيء من حياته هل يعتبر بدعة؟ جواب لا، اذكر الله. نقول لا. لماذا؟ لأن هذه الخطبة موجودة، خطبة الجمعة ثابتة من قبل. أما أن يحدث محاضرة في نفس اليوم فهذا من البدعة أو من وسائل البدعة. أفهمتم؟ بالنسبة لعام هذا ما لا توافق الجمعة اليوم 12، الجمعة اليوم 11. فعلى كل حال إذا كان أصل الخطبة مشروعا كخطبة الجمعة وذكر فيها الإنسان بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بأس، لأن هذا ذكر تاريخ حياته بمناسبة مبعثه عليه الصلاة والسلام ومولده. أفهمت؟ أما أن يحدث محاضرة في هذه الأيام فهذا من البدع، فإن لم يكن من البدع فهو حجة لأهل البدع